بصيرنا نستضيف معنا اليوم الدكتور بهية أبو حمد، معروفة ببيتي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. جاي من أستراليا. حضرتك سفيرة السلام العالمي بالأمم المتحدة بسيدني بأستراليا. صباح الخير. صباح النور. بدك تحيي الأسترالية، تفضلي عم نشوفوك. Good morning everybody in Australia. Thank you very much. أهلا وسهلا فيك بلبنان. طولي القعدة بلبنان. شي شهر بعد. بعد شهر أدق إليك. إلي a week and a half. دايما بتزور لبنان. حضرتك غادرت بعام 1988، كنت بعدك كتير صغيرة. وشو بتتذكر من لبنان؟ حرب. بس للأسف لا بدنا نشوف لبنان الحلو. بس لبنان بتذكر انديد لبنان كتير حلو، بس بتذكر كان في ما كان في أمان. طيب اليوم زياراتك ليش؟ للتراث، للحفاظ على التراث والإنتاج الأدبي بأستراليا والعالم العربي وراند ذا ويلد وبلبنان أز ويل. التراث أي تراث تحديدا؟ تراث أي شيء اسمه تراث، إن كان موسيقى أو زجل أو شعر أو أدب، كي شيء تراث لبناني. عنا غزارة بلبنان تراث وعم نحافظ عن قدمة. خلينا نفرجة من عند زميلنا طوني، نقول هالسيدي يلي هو غنية لبيروت أطلقت لأول مرة من صالونك بصالونك. كلمات الشاعر شربي البعيني، لحن وتوزيع الموسيقار المصري مجدي فؤاد بولوس، غناء الفنان العراقي إسماعيل فاضل، اسمها بيروت. نعم، يعني عمل مشترك مصري عراقي لبناني. عن لبنان. عن بيروت كنا منحبها، نحن أولاد بيروت. أنا ربيت وخلقت ببيروت وعندي ذكريات جميلة عن بيروت، أكيد غير الحرب لأنه فرضت على بيروت. بقى أستاذ موسيقار مجدي فؤاد بولوس اللي عزف لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وكبار المطربين بمصر، عازف تشيلو المشهور أستاذ مجدي بولس، والشاعر شرب البعيني من لبنان، والموسيقار الكبير كمان الفنان إسماعيل فاضل من العراق اللي صوته جميل جدا. عمل مشترك بالشعر اللي بتطلع على الباك اوف ذا سي دي، بتلاقي الشعر لاستاذ شربل اللي كتب لبيروت كانه عشيقته. بيروت يا بيروت لا تترددي، قولي احبك كي يعانقني غدي. جميل، حلو. هودي الصور عم نشوفهم من صالون عندك. نعم، بأستراليا. تكريمات عم بتصير هون وقت افتتح الصالون. كان حضر نقيب شعراء الزجل في لبنان الشاعر جورج أبو أنتون. نعم. عزمني على أستراليا مع الشاعر الدكتور ياس خليل والشاعر أنتوان سعادي. نعم. وكرم نقيب الزجل ببرلمان أستراليا لأول مرة بتاريخ أستراليا وبتاريخ العالم يكرم نقيب شعراء الزجل في برلمان سيدني، مثل ما بتشوفوا عم يفتتح. انت شغلكم مع البرلمان، مع البرلمنت مع الدول. هلا رايحه على مصر جماعه الجي تنكرم مثقفي الاستاذ مجدي بولس والنقيب، سنكرم مثقفي مصر في الاوبرا. لانه كنت من هون من شهرين، عملكم مش بس على الدول، على الدول. كنت من هون من شهرين بلبنان، سافرنا على مصر وكرمت الفرقه المسيحيه بالاوبرا بناء على الملفات اللي عندي. وحضر التكريم دكتور الياس خليل والجنرال ابو حمد من بيروت بالاوبرا هاوس. وي فيري هابي. هلا حاليا رح ياخذ مجدي الحسيني، إذا بتتذكروا مجد حسيني أكيد عازف أورد كبير، رح ناخده على أستراليا ورسيو بروكارين على باك على مصر وعلى لبنان لنكرم الكل. قلت لك ناتالي أنه حضركم تتعاونوا مع البرلمان. نعم. كيف بيتم التعاون؟ بيتم التعاون ببارلمنت، تفوت على البارلمنت وتقدر تعمل حفلة، بده يكون عندك علاقة مع نايب. يعني علاقة قانونية مع نايب، أي نايب. في كتير نواب من أصل لبناني. نعم. حتى يعني هون خلينا نلفت الانتباه أنه في كتير لبناني عندهم دور سياسي بأستراليا وبسيدني تحديدا. دور سياسي كتير قوي بأستراليا وبيساعدوا كتير، حتى نايب الأسترالي بيساعد كتير. نوابنا كان أسترالي أو لبناني أو من أصل عربي، كل شيء اسمه تراث وثقافي بيحافظوا عليه، يعني هيدا شيء مقدس بأستراليا. سو نحن منقدم ملف قانوني للنايب أو للنايبة ومنقل له عنا مشروع ثقافي معين. هالنايب بيدرس الموضوع، بيحدد لنا نهار بالبرلمان، منستأجر القاعة ومنحضر البلان في order of events، وبتعطي خبر step by step what you are doing. ومنكرم المثقفين. آخر تكريم كان عنا للأستاذ مجدي فؤاد بولوس، كمان عزمنا الأمريكان على أستراليا، إجوا كرموا لبنانيين وعراقيين ومصريين بالبرلمان نيو ساوث ويلز. وكان عنا تكريم لمثقفي أستراليا بالبرلمان كان 16 of December 2016. حلو. من أي سنة حضرتك سفيرة السلام العالمي؟
سنة الماضي انتخبت أو عينت من قبل الأمم المتحدة سفيرة السلام العالمي بسيدني بناء على نشاطاتي بناء على السمعة الطيبة. الحمد لله. الحمد لله. هذا اسم لبنان دايما رفعينه، اسم لبنان على طول، اسم لبنان مقدس، ما فيك خط أحمر قد ما فينا نعمل، قد ما يكون في حروب ومشاكل بيضل هيك بيضل حلو بنظرنا. لبنان غالي كتير علينا طبعا، ونحاول نحافظ عليه ونحاول نجيب المثقفين لتقريبا منسيين، يعني في كتير مثقفين ما قادرين يبرزوا، شعراء كبار بالعمر، ونحن ما فينا نهين الشاعر الكبير أو المثقف الكبير بالعمر لأنه ما قادر يمشي أو مريض أو مقعد، نحن منجيبه بنقدم له كل شيء في خدمات وبنرفعه للطبقة اللي بتليق فيه. يعني حضرتكم بس عم تاخدوا مثقفين، شعراء، موسيقيين، زجل لأنه من التراث طبعاً اللبناني، فرق كمان دبكي، دبكي زجل تراث، في عنا فرقة دبكي بأستراليا تقريبا مثل فرقة الدبكي بلبنان، كمان كرمناها بالبرلمان. الموسيقيين أي شخص بدأ موسيقى أكيد في عنا لجنة. إعلاميين في إعلاميين كرمنا الإعلاميين أول دفعة ببرلمان سيدني كانت دفعة شعراء وإعلاميين، هذا تاريخ يدون. بلس أستاذ عبدو أخذنا بالأول دفعة مذكرة برلمانية، يعني يسجل الزجل في برلمان أستراليا نيو ساوث ويلز للتاريخ. حلو. ويقدم على الديوان الملكي بإنجلترا. حلو. ما بقى يمحى. هلأ عندي 4 موشنز ناطرة خبر من البرلمان ليكونوا موجودين، اللي هني شعراء الزجل، أستاذ مجدي بولس، تكريم أستاذ مجدي بولس، وتكريم مثقفين دفعتين. سو هودي سجل اوريدي الاسامي ببرلمان الولايه ضمن الاعلاميين. حدا عم بيقول لي هلا انا اذا بدي اروح، انا في عمته هناك لازم يروح معي. ما في مشكله، انا بعمل لك انا عند عائله جوزي كله هناك. بالنسبه لكم الاجنده اليوم محضور كتير باستراليا عن جد، لانه بعد الظهر بيكون عنده اجنده كتير محضوره باستراليا. بنوجه لهم تحيه لكل محضوره. عم تقول لي محظوره؟ لا محضوره، يعني يو ار واتشينج. لا او تي في بيسمعوا كتير وبيشوفوا كتير بأستراليا. أو we are very proud of OTV و very proud رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عماد ميشيل سليمان. ميشيل عون ولا همي. We are very proud of him يكون رئيس للبلاد ومشي البلاد بطريقة المشية. كيف عم تعيشوا كلبنانيين لبنانيتكم هونيك بتراثكم؟ نحن بس نقلنا العنوان. بتروح على شوارع بسيدني بتلاقي الأراجيل لبنان موجود. اسمع، بتلاقي الأراجيل بلش كفي، بتلاقي المسبين، مشاوي، بتلاقي رمضان هلا عنا في افطارات، في مشاكل طبعا، اذا ما عمل مشكله لبناني ما بيكون لبناني. اذا كان في مخالفات في لا ممنوع، في عنا قوانين وفي عنا طبعا الاعصاب منا هادي، منا لبنان ما كنت عصبي. بكون عصبي تكون لبنان، يعني اتس ان ايمج. في محلات بالعربي حتى مكتوب كل شيء، عربي تحسي حالك بحي لبناني محط. انديد. بس اللبنان اللي عمر تقريبا استراليا، لبنان شجع كتير العمار لانه اتس بون اللي بيخلق لبنان، بحب التجاره والعمار. عندنا تجاره كتير قوي، وعندنا عمار، وعندنا زرع زراعه باستراليا، اللي هي كانت تعطى الفيزا لابن جي في منطقة اسمها جيه، هون تعطى الفيزا مفتوحة لأنه نشل الزراعة لأبعد حدود طبعا. نحن ما فينا إلا ما نقول لك good morning. Thank you. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. السيدة طبعا بهية أبو حمد، معروفة ببيتي، بغنجوكي بيتي. لأنه أستراليا أهوان لون. لأنه بهية يفكروني مني فيميل، هكو ميل. لأنه ما بيعرفوا شو يعني بهية. So حطينا بيتي in case إنه واحد أصل ما بيعرف. مع إنه بهية very well known in Brazil. صح. بس في كتير أسترالي بيعرفوا، بيحبوا إنه عيطوا لي بهية. بقى بيتي يلا اللي بعيد متى بده. أستراليا كتير بيحاولوا أصلاً أسماء، مثلاً شاربل، تشارلي، تشارليز، سمير، سام، صحيح، محمد، مايك، بيختصروا. Exactly. أهلا وسهلا فيك دكتور سفيرة السلام العالمي بالأمم المتحدة بسيدني بأستراليا. نورتينا بهالوقت الصغير وعطيتينا هيك فكرة عن نشاطاتكم الثقافية. الله قويك. Good luck بكل شيء عم تعملوا. Thank you very much. Thank you OTV. شكرا لك. خليكي معي.